شهدت قرية كفر الباقة بكفر زيات تقديم الرعاية الطبية وصرف العلاج بالمجان لنحو 1126 حالة من خلال القافلة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية. كما تضمنت القافلة الطبية تحويل 86 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 5000 رأس ماشية وطيور وإجراء اختبارات محو الأمية لنحو 151 مواطنا. جينا يعني من الساعة 8 عشان نخدم أهالينا في قرية كفر الباقة، واحنا بنشكر يعني وبنشكر حياة كريمة ان هي بتدينا الفرصة ان احنا يعني بننزل في العمل الخدمي وان احنا نقدم الخدمات كلها لأهالينا في القرى. بدأنا النهارده كان عندنا أكتر من 15 عيادة مع الطب البيطري. النهارده كان في إقبال شديد جدا من أهالي القرية ومن القرى اللي حواليها. يا رب نكون ظهرنا في أحسن مستوى يا رب. بنشكر حياة كريمة اللي هي ادتنا الفرصة دي اللي احنا نتعاون مع أهالي القرى. جيت النهارده اللجنة كشفت ودوني العلاج. انا كنت بنروح طنطا بناخد 3 ساعات ماشي وبنضيع النهار كله، فالحمد لله نشكر القافله اللي وصلتنا لحد قريه كفر الباقة، والحمد لله على كده ربنا يزيدهم ويكرمهم يا رب العالمين.